ترقبوا في الساعة 8:30 مساء البث المباشر المهدي علم تقوى وسطية أخلاق المهرجان الأول الدورات التربوية القرآنية الدورة الأولى دورة المنتظرين الأخيار الأمسيات القرآنية الرمضانية النفحات الأولى نفحات أهل القرآن الأبرار تحت شعار التربية والقرآن تصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي. وسيتضمن المهرجان بحثا يلقيه مجموعة من الأساتذة المختصين بالفكر الإسلامي حول سلسلة بحوث السيد الأستاذ الموسومة تحت عنوان مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد. وسيتضمن أيضا فعاليات الراب المهدوي والشور المهدوي وتلاوة القرآن وإلقاء بحوث من سلاسل بحوث السيد الأستاذ منها الأصولية والفقهية والعقائدية والفلسفة وبحوث المنطق، يلقيها نخبة من الباحثين وبمشاركة الذاكرين والرواديد من الأشبال والشباب. الديوانية 2/4 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.